السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر الناظمين والقائمين على هذا العمل ودعوتي للحديث ولو قليلا عن ما تعرض له القطاع التعليمي في المحل. طبعا القطاع التعليمي مثل باقي القطاعات العمل بكل أنواع الانتهاكات اللي ورثت في المجتمع. الشيء اللي شفناه في التقرير أنه بالرغم من أن الغالبية من المعلمين وأولياء الأمور تقدموا بإفادات في اللجنة، إلا أن التقرير لم يتطرق إلى الغالبية العظمى اللي ذكر في التقرير، بس مو شيء بسيط. أي أقدر أختصر في الأربع نقاط هذه اللي طلعوها، كان في سرد تاريخي اللي صار في هذيك الفترة، وفي أغلب الأحيان كان ناقص أو مغلوط. ذكر عدد محدود جدا من انتقالات المعلمين اللي حدثت، وكانت في الغالب تتكلم عن مجلس إدارة جمعية المعلمين. ذكر عدد المفصولين حتى وقت إصدار التقرير، والموقوفين اللي وقفوا لفترات طويلة وتناسب عدد الفرق، وإشارة إلى حالتي تعديل فقط اللي هي كانت مختصة برئيس ولا رئيس جمعية المعلمين. لكن ما حدث على أرض الواقع شو؟ خلينا نشوف اللي صار داخل المدارس واللي صار في وزارة التربية. أول شيء وأهم شيء، تم استباحة المدارس من قبل القوات الأمنية في جميع أنواعها، والهجوم على المدارس، مسيلات الدموع، ضرب الطلبة، المعلمين، السماح لأولياء أمور المجنسين، التعدي، اجتماعات اللي صارت حتى في وزارة التربية والتعليم، وكان في إعلام من مسؤولين وزارة التربية بأن يجوز لمدراء المدارس السماح إلى الشرطة أو الدوليات أن تقتحم المدارس وتدخلها في أقل شيء حتى لو كانت مسيرة بسيطة من داخل الطلاب. المتطوعين كانت أزمة كبيرة جدا حدثت في التعليم. المتطوعين كانوا كلهم دون المستوى التعليمي، وكان قدرتهم يعني يفتقدون القدرة على أداء مهامهم الوظيفية. وجودهم أثر بشكل واضح على نتائج العملية التعليمية، وطبعا هذا ممكن الاستدلال عليه من النتائج اللي طلعت في هيئة ضمان الجهة. الانتهاكات داخل المدارس تنوعت بشكل كبير. تعامل مدراء المدارس، تغيير معاملتهم للمعلمين على اساس الانتماء السياسي والمذهب، السماح للمظاهرات المواليه المضاده داخل المدارس عن مقر التوتر، تعريض الطلاب للخطر بفتح ابواب المدارس والسماح لهم بالخروج للتظاهر خارج المدارس، ورفض دخولهم للمدارس في المطار، ضرب الطلاب لمعلمينهم. هذه كانت يعني يمكن من اكبر شيء اللي حدث، انه يسمح للطالب او الطالبه تضرب المعلمه في وجود مديره المدرسه. أنا واقفة كمديرة أضرب الأستاذ هذا، أضرب معلم، هذا صار في عندنا حالات موثقة بهذا الشيء. اعتقال عدد كبير جدا من الطلبة في باصات بعد ضربهم وشتمهم، تجميع الطالبات في الصالات الرياضية والسماح للشرطة النسائية بضربهم أمام أولياء أمورهم، خلع أحجمة بعض الطالبات وتصويرهم وتهديدهم فيها فيما بعد، تحرشات الجنسية بالطالب. طبعا أنا كنت بتكلم عن اللي صار داخل المدارس، يعني اسمحوا لي يعني لا سبع دقائق ولا عشر ولا 20 راح تكفيني، بس أنا حاولت إن احنا نختصرهم. الاعتقالات، التقرير ما جاب عن الاعتقالات اللي تمت في وسط المعلمين وشلون تمت هذه الاعتقالات. كان في طبعا الحاله العامه، عدم ابراز وذكرات اعتقال، اعتقال من المنازل، اعتقال من نقاط التفتيش، لكن كان في اعتقالات من داخل المدارس، من داخل الصفوف. المعلم يعتقل امام طلبته من داخل الصف، قوات امنيه مختلفه تروح المدارس بالمدرعات. في شيء كان تم يعني تم تعرف عليه انهم يسمونه في ذاك الوقت باص الرحله، وصل باص الرحله بيكنيك باص، يجي على اساس ياخذ معلمين ياخذ الطلاب مع بعض ويمشون يروحون الى اي مكان. التعذيب، لم تتم الاشاره في التقرير الى اي شيء من التعذيب، يعني يمكن يكون الارتفاع فقط مثل ما قلت سابقا في حالتين الاستاذ مهدي وحاله المحاكمات مثلها مثل اي باطل محاكمات لم تكن عادله ولم يحصل بشيء فيها من الاشياء الحقوقيه، والمحامين يقدرون يقولون في هذا الموضوع. التشهير والتهديد، يعني يمكن من اكثر الناس والجمعيات اللي تعرضت للتشهير كان جمعيه المعلمين من بدايه الاحداث من فبراير. في الاعلام الرسمي ما قصر، تلفزيون البحرين ما قصر، الجرايد ما قصرت، ما خلوا اي شيء. مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، المنتديات، يعني كان معروف جدا انه من يطلع اسمه مثل الباقين خلاص هذا راح يتم اعتقاله وراح يتعرض الى شيء. فبالتالي غير عن كذي الرسائل النصيه اللي كانت توصل عبر الهواتف والنقاط الشخصيه نستمتع العديد منها. مكالمات اللي كانت تجينا تهديد، هذه كلها مع ان السيوني مستلم من عندي اوراق اكثر من 10 اوراق فول سكاب وجوبه مكتوب فيها تفاصيل كامله، ما يريد
اكثر شيء منها هي التحقيق. لجان التحقيق والمجالس التاديبيه طبعا لم تراعي الهيكل الصحيح للتشكيل من حيث عدد الافراد والرتب الوظيفيه والمستوى الاكاديمي. فالمحقق نفسه يتكرر في كل لجنه حق نفس اللي قاعد يحقق وياه، ما يتنوعون ما يغيرون. اكثر من 4000 معلم عند التحقيق معاهم، وين هم للتقرير؟ ما ذكروا ولا بشيء. طبعا التحقيق شنو كان ينص على شنو؟ افكارك شنو؟ انت منتمي الى شنو؟ مذهبك شنو؟ شنو الجمعيه اللي تنتمي اليها؟ وطبعا مع بعد التهم اللي هي اسقاط النظام، قتل الحكم وما الى ذلك من الاشياء. ايضا في لجان التحقيق المجالس التاديبيه كانت قرارات الفصل موجوده عند هذه المجالس قبل البدء. انا عندي شهادات من المحامين اللي حضروا في هذه المجالس التاديبيه ان القرار الفصل موجود مسبقا. وكان طبعا حتى المحامين لما يدخلون مع المعلمين كان يرفض انهم يشاركون باي شيء، حتى لما يطلبون اوراق التحقيق حتى ما كانوا يعطونهم هذا الشيء. طبعا اللي يتم التحقيق وياهم ما يدربونهم بمواعيد التحقيق قبل بفتره قانونيه كافيه، يعني على الاقل اسبوع، او يتم تعريفهم في نفس اليوم او قبلها بيوم، تعال بكره وبعد ما يجون تعالوا للتحقيق، تعالوا مطلوبين في المبنى الفلاني وبس. فهم يروحون ما يعرفون من شاكي عليهم، ما يعرفون تهمهم، ما يعرفون شهود الاثبات اللي ضدهم وقتها. طبعا يمنعون من ان يوفرون شهود نفي لنفي التهم الموجوده عندهم. طبعا اهم شيء في هذه اللجان التحقيقيه اللي صارت هي مخالفه صريحه لتحقيق اسس التحقيق الاداري. اسس التحقيق الاداري شنو؟ ان انا في هذه الوظيفه انت تحقق وياي بما يمس هذه الوظيفه اذا خليت فيها. لكن اللجان التحقيقيه اللي صارت هذه صارت على شنو؟ صارت على شيء خارج تخصصها، ما لها علاقه بالعمل. الفصل والتوقيف. التقرير ذكر ان عدد المفصولين 87، وحتى التقرير نفسه اشار الى ان كل هذين تم فصلهم انتقاما لمشاركتهم في الاحتجاج والدائري، وقال هذه الفقره كانت واضحه. واكبر مثال على هذا ما حدث في وزاره التربيه والتعليم، هذه منصوصه بالنص في التقرير. ذكر بعد التقرير ان الموقوفين 96. طبعا احنا ما نعرف هذا الموقوفين يقصد فيهم اي موقوفين. هل هم الموقوفين اللي توقفوا 3 شهور، 6 شهور؟ لان توقيف وزاره التربيه لا زال جاري. في حركه مثل ما نقول مستمره ودائمه، بمعدل كل 10 ايام يتم ايقاف عدد كبير من المعلمين، بس اخرها يوم الخميس 30 معلم تم ايقافهم لمده 10 ايام، وقبلها باسبوعين نفس الطريقه. فبالتالي عملية التوقيف هذه مستمرة، والعدد مستحيل يكون في هذا الشكل في 96، لأنه لو راح نجمعهم كلهم راح يكون يمكن يتعدى حتى ال 4000 اللي شاركوا في هذا الشكل. طبعا خصم الرواتب أو الإيقافة هذه تمت بشكل ولا زالت. الأكثر المعلمين اللي تعرضوا لخصم الرواتب تعرضوا لأكثر من مرة لنفس الأسباب إذا أبديت لهم أسباب. انتهاكات مختلفة من العقاب أو الأشياء الجماعية اللي صارت، التنقلات التعسفية للمعلمين والإداريين. ليش التنقلات هذه؟ بناء على آرائهم السياسية وانتماءهم الديني. إيقاف الترقيات المستحقة للكثيرين. استحداث متطلبات جديدة للترقيات في وزارة التربية. أنا حطيت هنا مجرد مثال أن عند التقدم لوظيفة مدير مدرسة أو مدير مدرسة مساعد، الخطوات كانت 8 خطوات وكانت صعبة جدا، تم تقليصها. أنا ما أعلم سامحة طلبت وقت زيادة شوي لأن المعلمين يعني ظلموا في كل مكان، على الأقل نحصل من مرة في اليوم. مثل على سبيل المثال أن الشغل كما قلت متطلبات الشغل في مدرسة أو مدير مساعد كانت 8 خطوات، و8 خطوات صعبة جدا تستغرق أكثر من عام دراسي. تم تقليصها الى 4 خطوات فقط، 2 منهم يعتمدون على راي الاداره التعليميه ودرجه الولاء لها. 2 منهم فما بقى شيء يعني من الباقي. فبالتالي حتى الاختيارات اللي تمت في الفتره الاخيره كان لها اسس معينه وطريقه معينه ما ننسى طبعا تقليص صلاحيات كثير من الاساتذه الثانويين الموجودين في الوزاره، تنزيلهم الى المدارس كمعلمين، الحرمان من المكافآت والحواجز بعد بناء على الانتماء السياسي. خلاصة تعرض الكادر التعليمي الى انتهاكات عديدة، في هذا ذكرت بعض مجرد أمثلة بسيطة في عجالة. فريق الواضح أن تقرير بس يوني ما تعرض إلى هذا الشيء ولا ذكره في أي نقطة من نقاطه، مع أنهم
وانا اؤكد على هذه النقطه ان عندهم الادله وعندهم البراهين وعندهم المستندات وعندهم الشكاوي كلها، لكن لماذا لم يدرج في التقرير؟ هذا سؤال ما اعرف من وجهه لمن عشان نحصل عليه اجابه، لكن يقينا التقرير اعطى وزاره التربيه فك البراءه من كل ما قامت وتقوم به، فبالتالي اطلق يدها فيما تفعل من غير اي محاسبه. ما جبت اي كلمه تشير الى وزاره التربيه غير الكلمه اللي فيها الفصل انه بناء على انتخاب، اما غير كذي ما صار. الاحداث لم تذكر احداث، ما في نتائج، ما في توصيات، ومع ذلك اذا كان هذا كله ما في، المعلمين لم يذكرون. عفوا؟ انا بس بتكلم عن المعلمين، لان اذا بتكلم عن الجامعه بتكلم عن الطلبه، بس في جوانب كثيره، فقط جانب. إذا كان المعلمين ما هم مهمين بهذه الصورة بالنسبة إلى بسيوني والإقامة على التقرير، ليش لا زال المعلمين يتعرضون لما يتعرضون له إلى الآن وبشكل مستمر وعلى نفس الوتيرة؟ يعني لم ينزل أو يصير هذا الوتيرة ثابتة، العقاب الجماعي، المحاكمات، طالما أنهم أساسا لم يذكروا في التقرير فمعناته أنهم ما سووا شيء، فطالما أنهم ما سووا شيء أنت ليش قاعد تسلمهم بهذه الطريقة؟ ليش تستمر المحاكمات؟ ليش الاستقطاعات؟ ليش التنقلات؟ لقد تعمد التقرير إهمال وضع الكادر التعليمي بشكل كامل، وبصراحة لا نعلم لماذا. كل ما حدث على الساحة أن المعلمين تظاهروا، هذا وجهة نظر بسيوني، تظاهر المعلمين وانتهى الموضوع. كل ما حدث بعد ذلك من انتهاكات لم يتطرق إليه. شكرا لكم.